السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة وصفات أم آدم وكريم. كنتمنىكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم غادي نشارك معكم واحد الاقتراح هكا للغدي أو للفطور اللي ساهل وبسيط وسريع وكيجي المذاق ديالو لذيذ لذيذ بزاف وكيجي منسم بواحد النكهة. فما نطولش عليكم أكثر، ما تنساوش ليا دائما لايك الفيديو إلا عجبكم وندوز معكم الفيديو باش نشوفوا شنو هو اقتراح ديال اليوم. فبسم الله على بركة الله، غدا نحتاج هنايا ثلاثة ديال الحبات ديال الجزر أو لا خيزو اللي كل حجم ديالهم كبير. إلا كان عندكم الجزر صغير عفوا فاستعملوا ربعة ديال الحبات كما شتو راني قشرتهم وكذلك غسلتهم بطبيعة الحال. وغدا نقطعهم هكا شوية يكونوا رقاقين. من بعد ما قطعت هذوك ثلاثة ديال الحبات ديال الجزر وضعتهم في هذاك البول، وغدا نضيف عليهم ثلاث بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ وكاس يكون عامر ديال السكر سنيدة او لا السكر حبيبات. وغدا نضيف كذلك هنا واحد زوج الاكياس ديال السكر فانيليا. ومن بعد غدا نجيب هنايا البغا ميكسور وغدا نطحن كل شيء مزيان مزيان حتى كنتاكد بانه ما بقاوش عندي هكا شي طروفه كبارين ديال الجزر. تقدروا تستعملوا في هذه المرحله هذه كذلك حتى الكاس ديال الخلاط الكهربائي الا ما متوفرش عندكم البغا ميكسور. فكيف كتشوفوا هنا بعد ما طحنت كل شيء يعني كنتاكد تماما بانه ما بقاش عندي هكا شي طروفه كبار ديال الجزر، تيولي الخليط هكا سائل. غدا نضيف عليه كاس الا ربع ديال زيت المائده ولا الزيت النباتي، ودائما العبار ديال الكاس اللي كيكون المقياس ديالو 200 مللتر، وعلبه ديال الياغورت بنكهه الفانيليا من وزن 125 غرام، ودائما واحد الرشيشه ديال الملحه. غنضيف ملعقه صغيره تكون ممسوحه ديال القرفه، ما تكثروش منها بزاف باش ما تغلبش لكم على المذاق ديال باقي المكونات. فكيف كنعرفوا القرفه كتواتى بزاف مع المذاق ديال الجزر. كنخلط كل شيء مع بعضه مزيان وكنضيف ملعقه كبيره ديال الخل صافي. وتنعاود مره اخرى نخلط كل شيء مزيان مع بعضه ونبدا في اضافه الدقيق. فغدا نجيب هنا شي غربال اولا صفايه وكنضيف زوج كؤوس ديال دقيق الفرس اولا الفرينه، وكيف كتشوفوا الكيسان راه كيكونوا ممسوحين، وواحد الكيس ديال السكر عفوا ديال خميره الحلويات من وزن 15 غرام ما يعادل واحد زوج اكياسيه ديال 7 اولا ديال 8 غرام صافي. وكنغربل كل شيء مزيان باش كنتاكد من بان الدقيق ما فيهش شي تكتلات ولا شي كويرات، وكنعاود نخدم كل شيء بالطراب اليدوي حتى كينسجموا لي المكونات كاملين مع بعضهم. فانا غدا نعاود نضيف نصف كاس اخر ديال دقيق الفورس اولا الفرينه لانه لقيت الخليط ديالي مازال شويه سائل صافي. كنخلط مزيان كل شيء مع بعضه حتى كنحصل على قوام اللي كيكون بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا في الفيديو. غدا نخلي الخليط ديالي هكا على جنب وندوز ناخذ واحد الزليفه اللي وضعت فيها كميه من الجوز اولا الكركاع اللي صهدته قبل في الفران، غير كتصهدوه باش كتحيدوا منه ديك الرطوبه اللي كتكون فيه، وقطعته طريفات صغيورين. وكما شفتوا راني ضفت عليه واحد الملعقه كبيره ديال دقيق الفورس اولا الفرينه، عاد كنضيفوه للخليط ديالنا باش بهذه الطريقه هذه كنضمنوا بان الكركاع اولا الجوز تبقى موزع لينا وسط الكيك وما تيهبطش لينا في القاع. تقدروا تضيفوا كذلك حتى الشوكولات اولا حبيبات الشوكولاتة عفوا كتضيفوها حتى هي مع الكركاع، حتى هي راه كتجيب لينا بزاف صافي. وكندوز هنا نحضر المول ديالي. فخديت المول اللي كيكون القطر ديالو 24 سنتيمتر، دهنته بشويه ديال الزبده مزيان، وكنضيف له كذلك الدقيق بهذا الشكل هذا، وما تنساوش انكم تضربوه على سطح العمل باش كتخلصوا من داك الفائض ديال الدقيق صافي. من بعد ما وجدت المول الخليط هو هذا كيف كتشوفوا القوام ديالو، غادا نصبو في داك المول اللي حضرت معكم صافي. ومن بعد غادا نحاول انني نقادلو هكا الوجه ديالو بلا سباتول ونضربوه شويه على سطح العمل باش كيتقاد مزيان صافي. وندخلو الفران اللي خاصو يكون سخون على درجه حراره 170 درجه. كنشعلو غير من الجهه التحتانيه، الكيك دائما كنطيبو انا غير على الجهه التحتانيه، تنوضع الطاوة ديالتي في الوسط وكنشعلو فقط على الجهة التحتانية على 170 درجة حتى كيبان ليا نتافخ وبدا كيتحمر من الجناب، عاد كنشعلو كذلك حتى الجهة الفوقانية باش كيتحمر. فكيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الكيك من بعد ما خرجته من الفران. غادا نزولو هذاك الساق اللي كيكون داير بيه وغادا نخليه هكا على جنب حتى كيبرد ليا تماما. دابا غادا ندوز نحضر معكم الطبقه اللي غنزينوا بها الكيك ديالنا من الفوق واللي كتبقى خطوه اختياريه. فعندي واحد 200 غرام ديال الجبن كريمي، انا هنا استعملت هذا الجبن هذا اللي كيدير تقريبا غير اورو جوج يعني واحد 10 ديال الدراهم، راه ما غاليش بزاف. وكنظن حتى في المغرب راه يكونوا شي انواع اللي رخاصين بحال جيرفي، يمكن كاين الشرقي، بزاف ديال الانواع موجودين. تقدروا تعوضوا كذلك حتى في فيلادلفيا يكون احسن. غادا نضيف ليه ملعقه كبيره ديال الزبده اللي تكون بدرجه حراره المطبخ، وواحد الكيس ديال السكر فانيليا
غادي نضيف كذلك زوج ملاعق كبار يكونوا عامرين مزيان ديال السكر كلاصيل اولا السكر بودره، اللي تقدروا يعني تنقصوا اولا تزيدوا على حسب الذوق ديالكم. وكنخلط كلشي بالطراب الكهربائي، وتقدروا تديروا غير الطراب اليدوي، يعني ماشي ضروري تستعملوا الطراب الكهربائي، لانه الغرض ديالنا غير اننا ندمجوا المكونات، ماشي عندنا كريمه بغينا نطلعوها، غير الغرض ديالنا هو اننا نخلطوا كلشي مع بعضه صافي حتى كنحصل على كريمه اللي كيولي القوام ديالها بهذاك الشكل. وكنجيب الكيك ديالي بعد ما كيكون برد تماما، ضروري ما تخليوه حتى كيبرد، عاد كتوزعوا عليه ديك الكريمه اللي حضرت معكم. هاد الكيك هذا فهو معروف يعني في امريكا كيصاوبوه بزاف، سميتو كاروت كيك، ومع كيديروه مع تشيز كريم، يعني هاد الكريمه هذه كيحضروها الامريكان بزاف، يعني كيقدموها مع الكيك ديال الجزر. فكنتمنىكم فعلا تجربوها، كتجي بنينه، يعني داك المذاق ديال الملوحه ديال الجبن مع الحلاوه مع المذاق ديال الجزر، فكتجي بنينه بزاف صافي. من بعد هنايا غادا نزينها بشويه ديال الجوز اولا الكركاع اللي نقصته قبيله من هذاك اللي حمرت في الفران اولا صهدته، نقص منه شويه باش نزين به من بعد. وغادا نزين كذلك بشويه ديال الحبيبات الشوكولاته، والتزيين راه تيبقى اختياري، يعني هنا درت الجوز باش كنذكر دائما يعني بشي حاجه، يعني اولا واحد المكون اللي استعملناه في هذا الكيس. تقدروا تستعملوا كذلك اولا تزينوا كذلك حتى بالجزر هكا كتحسلوه، حتى هو تقدروا تزينوا به من الفوق، المهم راه التزيين تيبقى اختياري صافي. وكتخليوا الكيكه ديالكم هكا في الثلاجه حتى كتبرد شويه عاد باش كتقدموها، وشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، راه كتجي طالعه. بغيتوا الكيك ديالكم يجيكم طالع اكثر من هكا، ما عليكم غير انكم تنقصوا من الحجم ديال المول ديالكم، ديروه يكون صغير. فكما شفتوا انا راني استعملت 24 سنتيمتر، تقدروا ديروا 22 سنتيمتر صافي. وغادا نوريكم هنا القوام ديال الكيك كيفاش كيكون، راه كيكون هشيش وكيجي بنين بزاف، داك المذاق ديال الجزر مع القرفه كيتواسى بزاف، وكذلك حتى المذاق ديال الكركاع كيجي شي حاجه اللي بنينه بزاف، كتقدموها في الكوتي ولا الفطور لوليداتكم. المهم نبدلو مره مره هكا، نبدلو من داك الكيك اللي كنصايبو دائما، يعني الكيك ديالنا العادي اليومي اللي كنحضرو، مره مره هكا نديرو كيكات يكونوا مختلفين. فكنتمنى ان شاء الله اقتراح ديال اليوم انه ينال اعجابكم كيف العاده، فضلا وليس امرا، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم، وكذلك البارتاج مع احبابكم صحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده على الجميع. شكرا لكم بزاف على المشاهده، ونتلقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ام ادم وكريم. مع السلامه.